انا اسمي اسمر عمار، وده البروجكت بتاع ليفل 1. انا دورت على جوجل، وبعدين لقيت ان في لعبه لو انت كتبت حرف هيكتب لك كلمه متلخبطه، ولو عملت الكلمه صح، كتبت الكابيتال والسمول كلهم صح هيطلع لي كوريكت، لو كتبتها غلط هيطلع لي رونج. انا لما عملت سيرش لقيت في فانكشن جديد اسمها راندوم شافل، بتخلي الكلمة اللي انت بتكتبها تطلع متلخبطة. ولو لو جربت تعمل تشوف مثلا ليتر ايه، جربت هيقول لك كوريكت وورد، ممكن اعمل احسن هيطلع لي كوريكت. ولو جربت اعمل مثلا دي تطلع لي كلمة احاول اكتبها صح، مثلا بيلد طلع كوريكت. ولو جربت مثلا اعمل ايه ومثلا كتبت احمد اسمه غلط هيطلع لي دوم. وبعدها مثلا جربت سي هيطلع لي كلمة، احاول اكتبها. هو ده البرنامج.